الأحوال ديال الصانع التقليدي في جهة العيون الساغية الحمراء هي أحوال كاين واحد الفرق ما بينه ما بين ظروفه اللي قبل كوفيد وظروفه بعد كوفيد. بعد كوفيد الحقيقة على أنه الظروف جد صعبة، الظروف غير مناسبة، ولكن إحنا كمؤسسة ما مادين له يد العون ومادين له يد المساعدة باش نهزوه من هذه الظروف ونديروه على السكة الصحيحة. وفرنا له درنا واحد برنامج عمل فيه معارض للصناعة التقليدية يعني داخل الجهة وخارج الجهة. درنا سطرنا أيضا واحد البرنامج ديال التكوين داخل الجهة وخارج الجهة. سطرنا أيضا واحد البرنامج ديال الدعم ديال الصناع التقليديين بالمواد الأولية. سطرنا أيضا واحد زيارة ميدانية لجهات المملكة من أجل نقل التجارب والتقاء الكفاءات والوقوف على المهارات اللي كتميز بها الصانع التقليدي عبر التراب الوطني. طبعا الصانع التقليدي الحرفة دياله تقدر تعيشه، ولكن تقدر تعيشه يعني بالتركيز على واحد النقطة، وهي نقطة الدعم التسويق والدعم بالمادة الأولية ويعني والدعم المادي له. من ذا المنطلق اللي ذا هو احنا كنشوفوا على انه الى توفرت له هذه الظروف يقدر يسير الركب ويعيش أولاده بكرامة ويمشي ويبني مستقبله بشرف. الحقيقة على انه الدولة صاب باهتمامها في النقطة اللي سولتني عنها، صاب باهتمامها حول محاربة اللي ما هو من القطاع، وضعت واحد وثيقة أو سجل وطني للصناعة التقليدية ومركزة فيه في صلب ودائرة صلب اهتمامها وهو الصانع التقليدي باش ما يدخل له مستفل، باش يبقى القطاع لهلو والناس والخبراء والكفاءاته. هذا السجل الوطني نظم القطاع اللي كان غير مهيكل، والحقيقة على أنه اللي صانع تقليدي صانع تقليدي، واللي تاجر تاجر، واللي فلاح فلاح، واللي مشغل مشغل. الكراهات اللي كيعيشها الصانع التقليدي تتمثل في مجموعة من النقط، ولكن أهمها وهو المشكل ديال التسويق. هذا المشكل ديال التسويق اللي الغرف، لا غرفة العيون جهة العيون الساغية الحمراء ولا غرفة جهة شوس ماس وضعوا اللبنة الأولى اللي خرجوا بهذا الصناع التقليدي من القوقعة الإقليمية نحو القوقعة الجهوية، وغادي تكون إن شاء الله الرحمن الرحيم الوطنية باش يسوقوا منتوجهم وباش يسوقوا. هذا كحل لنقطة التسويق. النقطة الثانية اللي كيعاني منها الصانع التقليدي وهو قلة تكوينه في مجال التسويق الرقمي. الصانع التقليدي ما زال ما متفاعلناش مع هذيك مع هذاك الماركتين نيميريك اللي هو التسويق الرقمي ديال منتوجاته في المنصات اللي دارت الوزارة واللي دارت الجهات الأخرى. لهذا احنا كغرف مستعدين باش نديروا له التكوين في هذا المجال ونديروا له حل كحل للمشكل التفاعل مع التسويق الرقمي. النقطة الأخيرة وهو هذيك التغطية الصحية. التغطية الصحية الحقيقة على أنه كاين واحد الإكراه، سيدنا الله ينصره عمم التغطية الصحية بشكل عام، لأنه كان الصانع التقليدي يخرج من عنده ولاد وعنده خمسة الأصبع خمسة الأنامل ويخرج ويدخل داره في العشية بأصبع واحد أو لا. من ذا المنطلق اللي ذا هو سيدنا الله ينصره دار التغطية الصحية، ولكن كاين واحد المشكل مطروح المتيه وهو أنه الحرفي في ذا الظرف ما قادر يخلص على راسه، فما بالك بتكون الزوجة دياله حرفية وتكون عندها حتى يوم اللي تغطية صحية. من ذا المنطلق اللي ذا هو ندوروا الدولة وندوروا الوزارة تشوف في ذا النقطة توضع على حل باش يتسايروا لنا ويتفاعلوا لنا الحرفيين مع مجال التغطية الصحية.